طبعا اذنكم، تعالي يا ماما لما نشوف الحاجه اللي على النار. يا اهلا يا اهلا يا عم سلطان، دي فرصه سعيده جدا. بقول لك ايه، انا جاي لك في موضوع خطير تتوقف عليه حياتك كلها. موضوع ايه ده يا معلم سلطان؟ تقدر تستغنى عن مراتك؟ ايه، استغنى عن مراتي؟ يعني ايه؟ يعني تاخد كام وتطلق مراتك. انت بتقول ايه؟ اقعد بس واسمعني. اسمع ايه الكلام الفارغ اللي جاي تقولهولي ده؟ وانت بالذات اللي بتقول الكلام ده يا معلم؟ انت اللي في مقام والدي؟ انت اكيد مجنون. اديني فرصه بس اكمل كلامي قبل ما تطول. يا راجل اسكت، بلاش كلام بلاش خيبه. انت جاي تساومني على مراتي؟ اعوذ بالله. احنا فين هنا؟ ما هو الجنان اللي سمعته مني ده هو اللي ابوك قالهولي. انا مش فاهم حاجه ابدا، اكيد في حد هنا مخه مش طبيعي. ده اللي هو انا. ماشي، على العموم انا هحاول استحمل لحد ما اخلص كلامي، احسن ما اقوم احدفك من البلكونه. يا معلم اقول لك ايه، انا هستحملك لاني عاوزك تفهم عشان ما انتش فاهم، بس لو ما قطعتنيش هتفهم وهتلم لسانك. حاضر ماشي اتفضل. الواد عثمان السواق بتاعكو جالي، قال لي كلم عبيد باشا. قلت طيب هجيله، قال لي لا هو عاوزك دلوقتي والاوتومبيل مستني. كويس، ورحت معاه. ما قلنا حط لسانك في بقك لحد ما اتكلم. خلاص اتكلم. رحت الفيلا ولا السرايا بتاعتكو دي، لقيت ابوك الباشا قاعد هو والهانم والدتك. قلت تعال، اكيد راضي عنك وهيسامحك. كويس. لا مش كويس. ليه؟ قالوا لي روح قول له انهم مستعدين يسامحوك ويرضوا عنك وهيدوك كل اللي تطلبه بس بشرط اني اطلع رئيفة، مش كده؟ الف مبروك. على ايه؟ على انك ابتديت تفهم. عظيم، روح بقى قول لهم هو مش عاوزكوا لا ترضوا عنه ولا تسامحوه. ما دام رضاهم والسماح بتاعهم ده هيدمر الانسانه اللي ادتني قلبها وحياتها من غير اي ذنب غير انها مراتي. قول لهم يا معلم ان ملايين الدنيا دي كلها ما تسويش ضفر مراتي، ومش حاسبها الا يوم ما اموت. طاهر. رايفة. يا حبيبي يا طاهر، للدرجه دي انا غاليه عندك؟ الله الله الله. وبعدين في شغل العواطف ده قدامنا بقى، هما لهم غير بعض، دي مراته مش حرام يحرموهم من بعض؟ لا طمني، مفيش قوة هتقدر تحرمهم من بعض. طاهر انا عارفه جدع وما يتخافش عليه، وبنتك ارجل من 60 راجل. احنا مش عاوزين حاجة من حد، لا فلل ولا سرايات، بس يسيبونا في حالنا. وانا هعتمد على نفسي. انا برضو كنت جايلك عشان كده، في راجل محترم كلمته في موضوعك ووافق انه يقف معاك. مين ده يا معلم؟ الاستاذ جمال عبد الصادق، صاحبي وحبيبي وعشرة العمر كله والجدعانة كلها، ومن صغرنا واحنا اكتر من الاخوات. كلمته في موضوعك ووافق انك تمسك له الشركة بتاعته. متشكر يا معلم، واشكر لي الاستاذ جمال، بس انا خلاص هشتغل في مجلة الفكر وحكت في الصحافة. على كل حال احنا مع بعض للنهايه، وطول ما احنا قلب واحد محدش هيقع ولا هينكسر ابدا. ربنا معاكم. مين؟ انا حماده الحلواني. في ايه يا حماده؟ انتوا هنا؟ كويس ان انا لقيتكم. انا فوت على صادق في المحل وقال لي ان المعلم هنا. ليه؟ في حاجه حماده؟ عم ادري والد اسماعيل، تعيشوا انتوا. عم ادري؟ لا اله الا الله. سبحان من له الدوام. لا اله الا الله. طب يلا بينا، لازم كلنا نبقى جنب اسماعيل دلوقتي. الحقيني يا ماما. يا عيني يا بنتي، استحملي شويه، استحملي يا حبيبتي. مش قادر يا ماما، الوجع هيموتني. طاهر بركه اللي جيت، الحقنا يا سلام عليكم. الحقنا، دي رئيفة بينها هتولد وتعبانه قوي. الله الله، في ايه بس يا نينا؟ طب رئيفة سلامتك حبيبتي. الحقني يا طاهر، خلاص هموت يا طاهر. شر عليك يا حبيبتي، بلاش التهويل ده مال. طب وبعدين يا نينا؟ دي تعبانه قوي. اصلها بكريه ولازم يحصل كده اول مره. اجري اجري اوا مستعجل. الدايه بدريه راحت لها ومعرفش اتاخروا ليه. اجري اوا مستعجلهم. ايوه بس انا معرفش هما فين. اسال على بيت ست سمره وهم هيدلوك. ست سمره دي مين بس يا نينا؟ يقول لك الدايه. يوه
ما انت صحيح مالكش في الحاجات دي وطول عمرك متربي في السرايات. اسمع قول لاحمد ابو حدايه يبعت الواد ابو راسين ولا عبده ولاقرع وهم يروحوا لها. الحقين يا ماما حمود يا طاهر. لا 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 الحقيني يا نهلم دي بتقول انها هتموت. بعد الشر يا ابني بعد الشر ده بس متهيئ لها كده. طيب طيب طب انا هنزل اعمل اي حاجه. لو ما لقيتش ام علي وبدريه هقول ابو راسين يشوف لي اي دايه. لازم ننقذ رئيفه باي شكل. ايه بقى طمنيني يا ست بدريه. مراتك جابت بنت قمر 14 زي امها بس برضه واخده شبه كبير منك. متشكر. مبروك يا بيه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا ام علي. هو حسابك كام؟ حسابك ايه؟ هو انت قاعد في مطعم يا طاهر بيه؟ صحيح ما انت ابن اكابر وما تعرفش الحاجات دي. بس مش لازم نحاسبها ولا ايه يا ست بدريه؟ لا يا حبيبي سيب لنا الحاجات دي احنا، دي حاجات مالهاش تسعيره والجوده بالموجود. المهم تطمن انت على مراتك وعلى الامور. ايوه هو ده المهم، لازم اطمن عليها فعلا. ضعيفة الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلمك يا طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. خد شيل البنت شوف حلوه ازاي. الله دي حلوه قوي. حلوه زيك يا طاهر. بالعكس دي شبهك انت خالص. قمر ما تحسدوش البنت. حلوه وشبهكم انتوا الاثنين. قولوا لي بقى هتسموها ايه؟ قول انت يا رئيف. لا قول انت. ما تقول يا رئيف. قول يا رئيف. طيب ايه رايك يا طاهر لو نسميها دريه؟ الله اسم جميل جميل فعلا. مبروك يا ام دريه. الله يبارك فيك يا ابو دريه. اسمعي تفيدة سألت عليك يا ابني وعايزاك تبقى تفوت عليها بكرة في الوكالة. ما قالتش عايزة ايه؟ قالت ان فيه اوراق كانت قايله لك تصلحها لها، معرفش من البلدية ولا ايه. يبقى فوت عليها يا ابني، دي بتعتبرنا اهلها ووقفت معانا. حاضر يا ماما هبقى فوت عليها. اقعدي بقى علشان تاكلي معايا. عندي ليكم مفاجاه. خير يا ترى؟ انا قررت اتجوز. ياه بسرعه كده؟ ايوه. اشمعنى انت اتجوزت بسرعه يا سي طاهر؟ طاهر ظروفه غير ظروفك. من ناحيه ايه بقى؟ لانه حب واتجوز اللي بيحبها. وانا كمان حبيه. حبيت من ورانا؟ ده انت ليل نهار مالكش شغل غير المحل ومستني لما تقف على رجليك. ما انا بقى يا سيدي حبيت من المحل. ازاي بقى؟ من وقفتي في المحل عرفت احسان. الله، هي اسمها احسان؟ ايوه احسان الوالي. بنت ابراهيم الوالي. الله، انت كمان عرفت ابوها؟ وعرفت امها وعرفت بقيت اهلها. بنت زي القمر. خلاص علقت في دماغي. رايكوا ايه؟ طب وراينا هيفيدك في ايه؟ انت مش فكرت وقررت؟ ايوه بس احنا مش متعودين ناخد راي بعض في كل خطوه يخطيها اي واحد مننا. طب خلاص استنى بقى لما يجي اسماعيل وتاخد رايه هو كمان. انا بصراحه محرج اكلم اسماعيل في مواضيع زي دي. اسماعيل ما بقاش زي الاول من يوم وفاه المرحوم والده. فعلا ده كمان ما بقاش بيروح الكليه. ايه انت متاكد؟ ايوه انا متعود افوت عليه وانا خارج من الكليه وكذا مره ما لقيتوش. طب قفل احسن اسماعيل. وصل. السلام عليكم. اهلا يا سمعه. الله ايه يا ابني انت فين؟ بقالك كام يوم ما بتفوتش عليا في المحل زي الاول. اسكت. ده انا وضبت المحل ومليت رفوف جديده ومليت بضاعه وكمان عندي مشروع ناوي اعمله ومستنى خد رايك. استنى بقى مش وقت المشروع دلوقتي يا صادق.
الراجل لسه ما خدش نفسه. المهم نعرف اسماعيل غايب عن الكليه ليه. انا كنت بدور على شغل. شغل؟ شغل ايه؟ انت مجنون؟ والكليه اسماعيل هسيبها. شفتوا؟ يعني مش انا الواحد اللي مجنون، كل واحد فيكو عنده شعره. بقولك ايه، مش وقت الهزار والتهريج دلوقتي. بقولك ايه انت، هو بطلوا مناقشه فارغه عشان نفهم اسماعيل بيفكر في ايه. الحكايه مش محتاجه تفكير، ده قرار اتخذته لان عارف ظروفي. معاش ابويا قليل جدا، لازم اشوف لي وظيفه، اي وظيفه. طب ووصلت لايه؟ دخت السبع دخات، واخيرا عرفت ان في وظيفه كتابيه في دار الكتب، بس ما اقدرش احصل عليها الا بواسطه. اسمع اسماعيل، انا هكلم لك رأفت باشا زين ابن عم بابا واطمن. خلاص ان شاء الله بدون مقاطعه انت اللي هتفوز بالوظيفه. يا سيدي يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اسماعيل، اقعد. ايه الكلام اللي انا سمعته ده من والدتك؟ كلام ايه يا ست تفيده؟ انت صحيح سبت الكليه؟ ايوه، واشتغلت موظف في دار الكتب. الله، انت مجنون ولا ايه؟ تحطم مستقبلك بالشكل ده؟ لا، عاقل وواقعي، دي ظروفنا ولازم اواجهها. انت كنت بعتالي علشان تقولي لي الكلام ده؟ لا، في موضوع اهم كان نفسي افتحك فيه. اسماعيل، تتجوزني يا اسماعيل؟